طبعا مبسوطة كتير، بس فرحتي ناقصة لأنه أخوي لسه بالسجن، لأنه خواتي الأسيرات والأسرى لساهم بالسجن. بتمنى أنه كلهم يعيشوا شعور الحرية، لأنه أحلى شعور يمكن الواحد يعيشه بحياته. طبعا أنا يعني بنت زي غيري، بس يعني صدفت أنه كان بالإشي اللي عملته كاميرا، هالإشي اللي خلاني يعني أصير زي رمز. طبعا هي مسؤولية كبيرة، وبتمنى أنه أكون قدها، لأنه الواحد بده أنه ينتبه على كل كلمة بحكيها، على كل تصرف بتصرفه. أنا يعني بحياتي الطبيعية يعني من النوع الهادي، بختلطش بحد كتير، كمان بحب يعني أضل أضحك وأتهبل وعادي زي يعني زي غيري. أحلامي هي إنه تتحرر فلسطين، طبعا أخلص الجامعة وأكون محامية ناجحة. طبعا يعني وأنا بالسجن أكتر إشي اشتقت له كان إنه أكون مع صاحباتي، مع أهلي، أنام على تختي. طبعا في كتير اكلات اشتقت لها وانا بالسجن، مثل الدوالي، يعني انه بالسجن ما فيش يعني زي الدوالي اللي بنعملها بالدار. يعني في كتير اشياء، انه اطلع امشي على الشارع بدون كلبشات، انه اطلع على السما ما يكونش في شبك، او اشوف النجوم بالليل، لانه احنا ما كناش نطلع بالليل، فانه كان حلم يعني اشي اشتقت اشوفه النجوم والسما. طبعا عيلتي هي كل شيء بالنسبة إلي، لأنه إحنا يعني كتير قراب من بعض، يعني تقريبا إنه يعني عشت معهم كتير تفاصيل وكتير شغلات. يمكن الواحد مثلا عنده صحاب هيك يعني بكون هم يعني ثقته وهيك، بس انا يعني عيلتي هي يعني اكثر اشي بوثق فيها، عيلتي اللي يعني بحكي لها على كل اشي، مش يعني صحابي او صحباتي اللي برا. بتمنى إنه الحملات اللي انعملت عشاني تكمل عشان الأسرى الباقيين. طبعا كان يوم جمعة، كان طبعا فترتها لما ترامب أعلن القدس عاصمة لإسرائيل. طبعا كان الوضع متوتر كتير، مش بس عنا في النبي صالح، بكل فلسطين. طبعا يعني كان في عنا بالبلد دخل الجيش وصاروا يطخوا على البيوت، بعدها طلعوا لجهة الجبل وطخوا ولد صغير عمره 15 سنة كان راح يستشهد بسبب الإصابة. طبعا الولد هو ابن عمي. بعدها الجندي اللي طخوا رجع ونزل وقف باب بيتي، وقف باب بيتي وصار يطخ على الولاد الصغار، على البيوت وعلى الشباب. طبعا أنا إنه لما شفته بطخ هيك صرت أحكي له روح وهيك، ما ردش علي، فأنا رحت ضربته. بعد تقريبا 5 أيام، بعد 5 أيام تقريبا أجوا واعتقلوني، وبعدها أخذوني يعني على السجن وقضيت 8 شهور. اتهموني، طبعا اعتقلوني على أساس إني ضربت جندي، بس لما نزلت لقي أحد الاتهام كان موجه ل 12 تهمة. أكيد مش ندمانة، لأنه هذا هو التصرف الطبيعي لهيك حدث.
لا مش ندمانة، وبتوقع إذا رجع الجندي كمان مرة رح أرجع أضربه. طبعا كنت مستفزة ومعصبة كتير، وكنت ماسكة حالي يعني، لأنه إذا عملت أي إشي رح يعتقلوا، رح يزيدوا علي التهمة، عشان هيك رح يزيد حكمي. وأنا ضليت إنه طول الوقت أحاول أكون هادية، يعني طبعا شعور صعب إنه محقق أو عدوك انه يجي مثلا يتحرش فيك تحرش لفظي، انه يجي يهددك رح يعتقل عيلتك رح يقتلهم، انه اساسا تكون بين اثنين محققين ومفيش معك مجندة، كل هاي الشغلات يعني كنت يعني اكيد رح اكون خايفة ومتوترة من اي اشي بيعملوه او اي اشي بيحكوه. طبعا هم بيضغطوش يعني على الواحد بشكل يعني مباشر بالسجن، بس كيف كانوا يعملوا؟ خلصوا الوجبات الأكل، طبعا الغرف، انت بتحكي عن غرفة بتقدرش تمشي فيها خطوتين، بيكون فيها 4 و5 و6، بتكون فيش فيها تهوية، يعني مرات كنت أكون بالليل مش قادرة أتنفس، كمان انه منعونا نتعلم ونتثقف، بس احنا يعني قدرنا نتحداهم ونحول السجن لمدرسة ونضل نتعلم ونقرأ ونتثقف. يعني كمان انه كان ضغط إدارة السجن علينا بشكل كبير، مع هيك انه احنا ضلينا بالسجن متحدينهم وصامدين. يعني كانوا الأسيرات كتير يعني عملوا لي إشي حلو، غنوا لي وركصنا، يعني كتير يعني كانوا هم يغنوا لي، ويعني عن جد انبسطت. طبعا ما انبسطتش زي ما أكون مع عيلتي، بس يعني الأسيرات كانوا يحاولوا إنه ما يخلونيش أحس بفراغ، إنه يعني أنا مش بين عيلتي بهاي اللحظات. كان على المحكمة يطلعونا على الساعة 2:30 يعني بالليل الفجر، يعني كانوا يطلعونا على الساعة 2:30، نطلع نروح يطلعونا في البوستة. البوستة اللي بيعرفها شي زي سيارة كلها حديد فيها جواها زنازين حديد، بتضل انت فيها لساعات طويلة، بتضل مكلبش بايديك واجريك، بدك على الحمام بتقدرش تروح لأنه بمنعوك، بتضلك تنادي وعلى الفاضي، بكون في حاطين زي جنازير بتطلع وهي تمشي بتطلع صوت عالي، الواحد بفقد أعصابه قد ما بكون يعني الصوت عالي. بتروح في هاي البوستة، كنت أنزل من، أنا كنت بسجن الشارون، كنت أنزل من سجن الشارون أركب في البوستة على سجن الرملة. طبعا بسجن الرملة يا إما إنه نبدل البوستة، حطوني من البوستة هاي على البوستة هاي، وهيك إنه أقعد تقريبا للساعة 8، 2:30 للـ8، على الساعة 8 نطلع في البوستة على عوفر، بعفر ينزلونا يبلش المحاكم على الساعة 10:30. طبعا نضل بالزنزانة بعوفر، طبعا الزنزانة بعوفر قد ما هي بارد، عن جد قد ما كانت باردة كنت أروح يعني أروح أرجع على السجن مش قادرة أحرك إجري، عظامي بوجعوني من كتر البرد. طبعا قد ما تلبس اواعي على الفاضي لانه بتضل بارده، حتى يعني في شباب كاتبين على بالزنزانه كاتبين ثلاجه الموتى لانه عن جد قد هي بارده.
بضلك فيها. طبعا كنت اضل فيها لوقت المحكمة، وقت المحكمة اطلع اروح على قاعة المحكمة طبعا انه يحكوا لي تأجيل، ارجع على الزنزانة هاي نضل فيها للساعة 9 بالليل. على الساعة 9 بالليل يرجعونا على الرملة نفس الاشي، نقعد ده كم من ساعة تقريبا، اوصل السجن على الساعة 1 12 هيك اشي. انه هو حسب اتفاقية جنيف انه عاد المحكمة العسكرية، بس لازم يكون تشكيلها مش عسكري، يعني يكون القاضي مدني والنيابة مدني مش نيابة عسكرية. بس احنا للأسف بمحاكمنا حتى تشكيلها الداخلي عسكري، المفروض انه نتحاكم محاكم مدنية لانه احنا بالنهاية مدنيين مش عساكر اللي نتحاكم محكمة عسكرية. بس طبعا هالإشي اللي بخليهم يتعاملوا بعنصرية أكبر، بخليهم إنه يعني يحكموا هيك أحكام. بس حتى المحاكم المدنية يعني عنا أهل القدس وأهل الداخل بتحاكموا بمحكمة مدنية، بس المحكمة المدنية هاي بتعطيهم أحكام عالية، يعني فيش تناسب أحكام، يعني الحكم بتناسبش مع القضية الواحد اللي انسجن عليها. يعني يمكن واحد ضرب حجر يعطوه حكم ويكون من القدس، بعطوه حكم عليها يوصل 6 7 سنين. فهذا اللي بحكي انه فيش تناسب بالاحكام، يعني القضية اللي بتستاهل الشهرين باخد عليها الواحد 16 سنة 15 سنة ولفوق، يعني كثير. يعني حتى المحاكم المدنية عنصرية معنا برضه. بنحكي انه لا عدالة تحت الاحتلال، بس لا عدالة تحت الاحتلال، واحنا بمحكمة غير شرعية. طبعا انه فيش عدالة تحت الاحتلال، انه احنا بنتعامل بعنصرية، لانه احنا واحنا طالعين على المدرسة بوقفنا 1000 حاجز، ومرات كثير بنطلعش حتى مش بس على المدرسة وعلى الجامعة وعلى الشغل، احنا يعني منقدرش نطلع لانه في 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 اكثر من حاجز بنمر منه. لانه لما انت تيجي تطلع على ارضك بتلاقي حدا تاني فيها ومانعينك تفوتها، لانه انت بس بدك تروح على بلدك، شو كانت حيفا يافا عكا النصر، كل هدول انت بتقدرش لانه في احتلال منعك تروح على بلادك، منعك تروح على البحر، منعك يعني انه تخيل في يعني فلسطين، يعني احنا منشوفش البحر، يعني تيجي تسأل حدا فلسطيني شو حلمك بحكي لك تروح اروح اسبح على البحر بيافا. يعني عشان هيك لساني مآمنة انه فيش عدالة تحت الاحتلال. المشكلة مش انه يعني المحكمة، انه المحكمة كلها مش قانونية، المحكمة اللي احنا بنتحاكم فيها كلها ضد القانون. بالعكس انه احنا مش ارهابيين. تيجي تطلع على الحقيقة، هم اللي بيجوا عنا، يعني انا ما رحتش على الجندي اضربه، الجندي اجى على بيتي بالنهاية وبهيك انا يعني كانت ردة فعلي انه ضربته. واصلا هاي الرد يعني الرد الطبيعي، الاشي الفلسطيني بيعمله شو ما كان رد طبيعي على وجود الاحتلال على ارضه. يعني انا بدي اسألك انت لو انه الاحتلال بارضك انت شو بتعمل؟ بدك تقعد تتفرج عليه وتضل ساكت؟ يجي يفوت عدوك على بيتك، تخ على اولاد عمك، تخ على دار خالتك وانت ساكت وبس بتطلع عليه؟ انه بالعكس هاي ردة الفعل الطبيعية على وجود الاحتلال على ارضنا. كانت النتيجة حلوة.
لمستلك دول سليمة سليمة لمستلك دول هاي 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 مش بس يعني ضد عائلة التميمي بالأخص وضد كل الفلسطينيين، يمكن بركزوا على عائلة التميمي لأنه إحنا تربينا من وإحنا يعني أنا بحياتي يعني من عمري 8 سنين وأنا بنزل بهاي المسيرات، فمش عارف يمكن هم أصلا لأنه إحنا قدرنا ننشر يعني الحقيقة يمكن هم بخافوا فدائما إنه بتعاملوا معنا بشكل سيء وبعنصرية، لانه احنا قد ما خسرنا لسانا مكملين. طبعا كل الفلسطينيه هيك، بس يمكن انه احنا في اكثر من حاله كان في كاميرا فيها وتصورت، عشان هيك بنحكي للفلسطينيين وين ما كان اي حدث بشوفوه قدامهم اي حدث بصير يمسكوا التلفون ويصوروا عشان ننشر الحقيقه. يعني النضال بقرية النبي صالح من قبل ما أنا أخلق أنا عنا كان أربع أسرى مؤبدات، طبعا طلعوا بالصفقة، في عنا حاليا 15 أسير، في عنا 22 شهيد بالقرية، كمان عن يعني في من عيلة التميمي اللي هو حسان التميمي اللي كان عمره 17 سنة اللي كان بالسجن، وهو لازم هو مريض فلازم عنده يكون نظام غذائي، إذا يعني كان في خربطة بالنظام الغذائي تاعه يعني صحته بتتراجع، فالتفات على السجن ما ردوش يعطوه نظام غذائي، ما اخذوش على المستشفى، وكان فيه اهمال طبي كبير، فبعد فتره بالسجن يعني صحته تراجعت ففقد بصره، لما فقد بصره عشان ما يتحملوش المسؤوليه راحوا طلعوه من السجن. يعني في كثير اكثر من حاله عندنا يعني كان في انتهاكات وهيك. طبعا احنا بقرية النبي صالح بنآمن انه تحرر انه يعني المرأة نص المجتمع هي اللي بتربي النص الثاني، فاذا ما كانتش المرأة قوية ويعني فاهمة واعية مش راح تقدر تنشئ جيل فاهم واعي، عشان هيك احنا دائما بنركز على المرأة بقضية يعني بقضيتنا عشان يكون عندنا جيل يعني تربي جيل فاهم القضية صح، لأنه مأمنين إنه إذا ما كانش في تحرر للمرأة فيش تحرر لفلسطين، لأنه يعني إنه عنا النساء يعني جزء من النضال، مش بس هيك يعني بتطلعوا من بعيد، لا المرأة لازم تطلع وتشارك وتوصل صوت زيها زي الزلمة، فهالإشي يمكن اللي ميز النبي صالح. وطني حر فليرحل مختلي
بركزوا على الأطفال لأنه هم بشوفوهم زي كأنه زي فئة ضعيفة، ولعشان لسه صغار هيك يعني يمكن يسحبوا حكي أكتر منهم. يعني تتيجي تعتقل طفل وتحطه تحت التهديد، تحت الضغط، أو تضربه، يمكن إنه يعترف على حدا تاني يحكي آه والله كنت أضرب حجار مع هو، يعني في مع يعني وعدد له أسماء. فهالإشي بفيدهم إنه يعني يعتقلوا شباب. بس يعني الحمد لله يعني لحد هسه بقرية النبي صالح إنه الأطفال واعيين على شو التحقيق وشو لازم يتصرفوا، واعيين وفاهمين شو لازم يعملوا بهاي الفترة. يمكن لأنه أنا بحالتي كان في كاميرا تصور، فإنه الإشي اللي أنا عملته ظهر. بس هو يعني بالفعل انت يعني انت هسه بفلسطين، بالفعل تطلع حواليك بتلاقي اكتر من حدا انه زيي، او يمكن بيعمل اكتر مني. بس يمكن لانه الكاميرا تركزت علي بهذيك اللحظة هي اللي يعني خلت كل العالم يعرفوني وركزوا علي. يعني بملكش انه ما عندوش الحق يقرر القدس لمين، والقدس اللي بحدد يعني بحدد هي لمين تاريخها، لانه احنا يعني السكان الاصليين، والقدس عاصمة فلسطين كانت وما زالت وستبقى عاصمة فلسطين الأبدية. عشان هيك ترامب ملوش الحق انه يحدد القدس لمين، لانه القدس حقنا احنا كفلسطينيين، واكيد مش راح نتنازل عنها بهالسهولة. طبعا لازم كل الشعوب تضغط على حكوماتها عشان تتدخل بالقضية الفلسطينية، لانه القضية الفلسطينية مش قضية إسلامية أو فلسطينية أو عربية، لا، القضية الفلسطينية هي قضية عالمية. يعني كل الأديان لازم، إنه كل حدا من كل دين لازم يدافع عن هاي القضية، وكل حدا بالعالم، لأنه كمان دائما إحنا بنحكي إحنا مش ضد اليهود، إحنا ضد الصهيونية، لأنه في فرق بين يهودي وبين صهيوني. إن إحنا دائما زي ما حكيت ضد اليهود مش ضد الصهيوني، ضد الصهيونية مش ضد اليهود. إشي مهم كتير لازم نعمله هو عزل ومقاطعة وملاحقة إسرائيل كمجرم حرب. وبتمنى إنه يكون ضغط سياسي ودعم على القضية الفلسطينية وقضايا الأسرى والأسيرات التانيين زي قضيتي أنا. لأنه في يعني حتى قضايا تحتاج هالضغط أكثر من قضيتي. طبعاً اللي هو يعني في أكثر من طريق للمقاومة، الشعر، الحجر، العلم، الرسم، كل هاي الشغلات مقاومة. ويعني كل حدا يعمل هاي الشغلات هو بالنهاية بفيد فلسطين فيها، حتى الكلمة مقاومة. وطبعاً مش أنا اللي بحدد
شو الطريق اللي لازم يمشيه الفلسطيني عشان يحرر فلسطين. لا, لا, الشعب هو اللي بقرر, مش أنا اللي بقرر. إنه يعني أنا بنكرش إنه في يعني اتصال بين السلطة وبين بين إسرائيل, بس إنه أنا بالنهاية إنه بقدرش أحدد أو بقدرش أمنع. كل حدا حر بشو يعمل, بس الإشي اللي يعمله ما يكونش ضر فلسطين. إنه أي إشي بيعملوه لازم يكون يعني ده يعني لصالح القضية الفلسطينية, لصالح إنه يكون في من وراء تحرير. إنه أنا أي إشي يعني بكونش في من وراء نتيجة, بكونش في من وراء إنه تحرير لفلسطين, بأمنش فيه. رح أكمل دراسة الجامعة ورح أدرس قانون دولي عشان أدافع عن قضيتي عن طريق القانون الدولي. بتمنى إنه يهتموا للعلم وإنه يكونوا دايماً قويين وما يخافوش من إشي, دايماً يكسروا حاجز الخوف, ما يخلوش الخوف يسيطر عليهم, يسيطروا على خوفهم. كمان إنه بوجه يعني للفلسطينيين خاصة إنه لازم يتوعوا أكثر عن التحقيق, لازم يقرأوا كل إشي, لأنه أي طفل فلسطيني معرض للاعتقال, لأنه إسرائيل بتهتمش لا لعمر ولا لحجم, وإنه أي طفل فلسطيني معرض للاعتقال. بتمنى كمان أطفال العالم إنه يقرأوا عن القضية الفلسطينية, إنه يشوفوا الحقيقة يعني الحقيقة, إنه يعرفوا عن جد شو بصير بفلسطين. واحنا مش راح نستضل بخيبتكم.
وبحيي جهودكم. بنضع ايد فيكم ساعد السادة الساعد حتى نواجه الاستعمار عدو الانسان وحقوقكم، حتى لا يبقى الاسرى ضمن في الزنازير وضمن على مرايا الضمير الانساني، حتى يزول الاحتلال وتغلق باب المعاناه الانسانيه في المعتقلات، لان الانسان هو القضيه وعشق فلسطين حر عربيه. الإجلال والاحترام لأهلنا وشعوب أمتنا العربية. أنا فلسطينية الوجه، عربية العمق، وإنسانية.